ونتكلم عن المسؤوليات دي، ما بقتش الله اتفضلي متحدده. حضرتك تعالي نتكلم عليها. قال لك من عجبك كده سخنتيني انا عجبك. استني بس، لا استني نهار اقعدك بقى، استني باستراحه شويه كمان. قال لك من كام يوم طلع فتوى ان السيده مش المفروض مش ملتزمه بانها تعمل يعني واجبات المنزليه. ايوه صح، ولا من ايام الرسول يجيب لها خادمه. سلام طبعا خادمه. استني بقى عشان الموضوع كده ايه ابتدى يدخل سكه ثانيه. هذا خادمه. ايوه من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام يجيب لها خادمه، طالما قدر يجيب لها خادمه. حضرتك لو رضعتي، بمناسبه ان انا نسى ولاده، لو رضعتي الطفل بتاخدي اجر؟ يا ترى في واحده خدت اجر من جوزها على الرضاعه لابنها او بنتها؟ لا ده 24 ساعه في 7 ايام من غير ولا اجر خالص. ده ارهاق للست الرضاعه. ده واجب عليكي. لا على ايام الرسول كان فيه المرضعات وكانوا بيدفعوا لها اجر. صح. فاوصى في حديث، ما انا مش عايزه افتي، ان الست اللي ترضع طفلها تاخد اجر عليها. طيب انا هستسمحك بس معانا الاستاذ ايمن من القاهره في اتصال. استاذ ايمن، الو، يا استاذ ايمن اتقطع معلش التليفون. طيب يعني احنا شايفين دلوقتي انه ما اعرفش من كلامك حاسه ان احنا بنرجع لورا مش بتطلع لقدام. يعني معقوله في عهد الرسول عليه السلام كانت المراه مقدره ودلوقتي يعني غير مقدره وممكن تتعرض لاهانه وممكن ترتضي انها تعيش رغم الاهانه وسوء المعامله والتقدير لمجرد بس انه هي مش لاقيه مكان تعيش فيه؟